معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواص. أهلا بك دكتور محمد معنا على سكاي نيوز عربية. إذا دكتور محمد، من الواضح يعني ما يحدث في أفغانستان هو تسليم أمريكي لطالبان، هي لا تتدخل لا تقصف، وأيضا هناك تعاون ما بين الجانب الأمريكي والبريطاني. أين تضع حدود هذه التصريحات خصوصا من المسؤولين البريطانيين؟ يعني تماما تعبيرك أستاذ حول أن هذا الاتفاق الأمريكي مع طالبان كان تسليما لطالبان في موضوع أفغانستان، وأنه ليس صحيحا أن بريطانيا وغير بريطانيا متفاجئون جدا. يبدو أن في ثنايا الاتفاق الذي لا نعرفه أن أفغانستان أصبحت طالبانية دون أي مقاومة. وأعتقد أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني اليوم هي تصريحات لاستهلاك بريطاني داخلي، ربما الرأي العام البريطاني غير مهتم تماما بما يحصل في أفغانستان، لكن بريطانيا كدولة تريد قدر الإمكان أن تبرر هذا الانسحاب الذي كان واضح جدا أن بريطانيا كانت، دعني أقول، مقلدة لما جرى في من اتفاق مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قررت الانسحاب، فقررت كل المنظومة الغربية الانسحاب وترك أفغانستان لمشاكلها الجديدة. وأعتقد أن أفغانستان كانت فترة من الفترات خلال 20 عاما على الأقل في الأعوام الأولى للعقدين الماضيين كانت مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا وكل المنظومة الغربية. هذا الاتفاق حول أفغانستان إلى مشكلة لدول أخرى، للهند، لباكستان، لإيران، لروسيا، للصين، ولم تعد المنظومة الغربية مهتمة وهي بصدد الانسحاب الكامل من هذا البلد. دكتور محمد، الولايات المتحدة لديها أصدقاء على مستوى العالم، عندما ترسل مثل هذه الرسائل كما قال السيناتور الجمهوري يعني اليوم، قال هذا إحراج كبير للولايات المتحدة، يعني لماذا لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة؟ هذا الخروج المفاجئ وترك البلاد، ترك الآلاف من الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة، أي رسالة ترسل للمنطقة ما فعله الجانب الأمريكي في أفغانستان؟ أول ملاحظة حول التحفظ الحزب المحافظين حاليا، حزب الجمهوريين حاليا في الولايات المتحدة، علما أن إرادة الانسحاب من أفغانستان بدأت مع دونالد ترامب ومع المفاوضات التي بدأت في عهد دونالد ترامب. جو بايدن أتى ليكمل هذه المهمة، وبالتالي الجمهوريين أيضا يعني، لكن ليس بهذا الشكل دكتور محمد. تماما ليس بهذا الشكل، لكن بالنهاية لا أعرف أي شكل في الانسحاب. لو كان بإرادة الولايات المتحدة أو بإمكان هذه المنظومة الغربية أن تنظم انسحابها لكانت فعلت، لكن هذا الانسحاب يجب الاعتراف بسبب الضغوط التي مارستها حركة طالبان خلال العقدين الماضيين. وواضح أن هذه الضغوط نشهدها خلال الساعات الماضية، بأنه مجرد انسحاب هذا الجبار الأمريكي تسقط أفغانستان في يد هذه الجماعة. هذا فشل، هذه هزيمة للمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة. وربما حاليا الحركة السياسية سواء في بريطانيا أو في أمريكية هي كيفية إدارة هذا الانسحاب وإقناع الرأي العام الداخلي بأن شيئا ما قد حصل، هنا أخطأنا وهنا أصبنا. وربما ملاحظة وزير الدفاع الأمريكي حول موضوع عودة الإرهاب، هذه من البيارق التي سترفع في بريطانيا وفي الولايات المتحدة للتهديد بإمكانية العودة إلى هذا البلد، وبالتالي ما ربما نرى عودة للإسلاموفوبيا مرة أخرى الذي يعني خلقه الغرب في هذه المرة. طيب دكتور محمد، طالبان تدخل هذه تماما، لكن أيضا دعني فقط أنا استطرق إلى هذا السؤال ولك الحرية في الحديث. دكتور محمد، يعني دخول المدن من قبل طالبان واستقبال الناس لهم، ألا يعني أيضا فشل الولايات المتحدة في إقناع المجتمع الأفغاني في التغيير؟ يعني ألم ترى هذا؟ أولا طبعا في العنوان الأول هناك فشل غربي خلال 20 عاما، لكن في العنوان الثاني أيضا أن أفغانستان دولة معقدة صعبة، أيضا الأفغان يتحملون مسؤولية هذا الفشل بعدم قدرتهم بدعم من كل هذه الدول العظيمة بإقامة دولة عصرية. صحيح أنه أصبح هناك تجارب جديدة في تحديث هذه الدولة، لكن واضح في مجرد انسحاب الولايات المتحدة وقواها العظمى فأن أفغانستان تعود إلى ما قبل 20 عاما، إلى عصر طالبان. هناك تعويل في أفغانستان على أن طالبان تغيرت وأنه بالنهاية لا نريد قتالا، وأنه هذا الانهيار بدون قتال ليس بالضرورة فقط حبا بطالبان، أيضا تجنبا وتحاشيا لحمامات دم عرفها الأفغان خلال
العقود الأخيرة. وأعتقد أيضا أن رسائل أفغانستان سواء التي يعني في الداخل التي قد تلقى استحسانا لدى العامة، أيضا ينتظر أن يكون هناك رسائل نحو نعم الخارج. أهم هذه الرسائل موقف هذه الحركة من حركات الجهاد وحركة الإرهاب في طيب، العالم. أشكرك جزيلا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواص، شكرا جزيلا لك.